السلام عليكم ورحمه الله وبركاته معكم صلاح حامد واخيرا وصلنا لمعاينة جهاز الوان 3 المعاينة اللي لكم فترة طويلة بتطلبوها مني ولكن للأسف لأني طلبت الجهاز في فترة كانت صعبة بالنسبة للشركة نفسها فما كانوا عاملين حساب الكمية الضخمة من الطلبات فجهازي يتأخر 10 أيام زيادة عن اللي كان مفروض ينبعت فيه ولما انبعت الجمارك الأردنية ضيعت ليها لفترة وجيزة ولكن بحل الله الحمد يعني الجهاز بالنهاية انوجد والأمور 100% الآن بالنسبة للضجة حوالين هالجهاز السبب كالتالي بشكل عام هاي المواصفات اللي موجوده في هالجهاز لو تطلع على الشركات الاخرى اللي موجوده حاليا راح تلاقيها موجوده في الفلاج اللي اسعارها ما بين 600 الى 800 دولار سعر جهاز الوان بلس 3 هو 400 دولار او 430 اذا بدك تضيف الشحن والنقل وكل هاي الامور وبالنسبه إلي كان جمرك الجهاز لاني موجود في الاردن تقريبا 100 دولار واللي هو بشكل مفاجئ ما كان رقم كبير الجهاز طبعا متوفر فقط باللون الفضي حاليا بالاضافه لسعه ال64 جيجا بايت اللي ما بتقدر تزيدها عبر بطاقه مايكرو اس دي كارد لانه الجهاز ما في فتحه للمايكرو اس دي كارد وأول تغيير هون عن الأجيال السابقة من شركة ون بلس هو الماتيريال المستعملة في صناعة الجهاز نفسه فهون استغنت ون بلس عن الساند ستون أو الخلفية اللي بتكون معمولة هيك من مادة خشنة اللي تميز فيها جهاز الون بلس ون والون بلس تو عن معظم الأجهزة اللي موجودة بالسوق بحيث أنه الآن الجهاز أصبح بيملك جسم معدني بالكامل الظهر الخلفي من المعدن الإطار اللي موجود حوالين الجهاز بالكامل من المعدن اللي حقيقة شعوره في الإيد جدا جدا ممتاز ولكن إذا حاب أنك ترجع تضيف الملمس الخشن على جهازك بإمكانك أنك تعمل هالعملية بكل سهولة عن طريق دي براند سكنز بحيث أنك تقدر ترجع الملمس الخشن فاللي أنتم شايفينه الآن على الجهاز هو الكونكريت أو إصدار الإسمنت اللي تم اطلاقه حديثا من الشركه وحقيقه ملمسه جدا جدا خرافي وشبيه الى درجه كبيره بملمس ساندستون راح يكون في رابط للشراء في صندوق الوصف حجم الجهاز نفسه ما اختلف بشكل كبير عن الاجيال السابقه فلا يزال ايضا بيملك نفس حجم الشاشه وما كبر الجهاز بشكل عام بحيث انه التعامل معه بايد واحده لا يزال مريح مسكته نوعا ما ممتازه جدا خصوصا مع سماعته اللي حوالي 7 ملم الامر اللي بخلي تعاملك مع الجهاز جدا جدا سهل من الاسفل في عندنا السماعه الرئيسيه للجهاز اللي صوتها نوعا ما متوسط مش عالي بشكل خرافي ولا منخفض بشكل جدا جدا واطي ولكنها لا باس فيها وجيده اما الى المنتصف ففي عندنا منفذ اليو اس بي تايب سي اللي بتستعمله لتشحن الجهاز او لتنقل داتا بالاضافه الى منفذ 3.5 ملم جاك من الامام في عندك مجموعه من الازرار اللي من نوع لمس وليست ازرار بنضغط عليها او بتدخل الى الداخل وبتتحرك معك، في عنا هون زر الرجوع وزر القائمه اللي بامكانك انك تبدل ما بينهم فاذا بدك زر الرجوع الى اليمين او الى اليسار بامكانك انك تعكس ما بينهم في السوفت وير تاع الجهاز، وفينا ايضا زر الهوم الرئيسي اللي ايضا بيعمل قارئ للبصمه والزر مثل ما ذكرت لكم ما بينضغط الى الداخل هو فقط زر تاتش. اما بالنسبه لقارئ البصمه اللي على الجهاز فهو جدا 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 سريع من ناحيه سرعه الاستجابه ومن ناحيه الدقه شيء ممتاز جدا ولكن مشكلتي معه انه لا يعتمد عليه بشكل جدا كبير بحيث انه في بعض الاحيان اللي صادفتها مع الجهاز اللي ما كان يتجاوب مع البصمة إطلاقا ولكن هالموضوع هو مسألة سوفتوير بشكل 90% وليست مشكلة هاردوير فبشكل شبه مؤكد هالموضوع راح ينحل مع التحديثات القادمة واللي هو أمر وان بلس مش مقصرين فيه على الأطلاق ورح نتكلم في الموضوع للأمام أما بالنسبة للشاشة فشركة ون بلس لا تزال معتمدة نفس الحجم ونفس الدقة اللي هي 5.5 إنش بدقة 1920 في 1080 اللي الكلام بيعطينا كثافة بكسلات في كل إنش بتساوي 401 بي بي آي واللي هي نفس اللي شفناها في الون بلس 2 والون بلس 1 ولكن الجديد عندنا هون هو نوع البانل نفسها فبدل ما تكون LCD اصبحت الان املد واللي اعطت تجربه جدا رائعه بالنسبه للشاشه فالوانها جدا فاقعه وممتازه من ناحيه الوضوح والتباين اعاده توليد اللون نفسها بالشاشه امر جدا جميل صراحه من ناحيه المنظر لما تطلع على الصوره ولما تطلع على الفيديو راح تكون تجربه جدا جدا جميله بالاضافه انها بتوفر بطاريه اكثر من شاشات ال سي الامر الوحيد السيء فيها هو انه اضاءتها اقل سطوعا شوي من شاشات الال سي دي واللي هو امر انا ما عانيت معه اطلاقا اثناء استخدامي للجهاز وبيغطي الشاشه واجهة الجهاز الاماميه بالكامل زجاج من نوع غوريلا جلاس 4 المقاوم للخدش والكسر بدرجه جدا كبيره ولما تشتري الجهاز راح يجي مع سكرين بروتكتور بتكون مركبه على الشاشه نفسها ولكني شلتها باول نصف ساعه لانها خدشت وبين عليها بشكل مباشر وملاحظه مهمه جدا هون انه ما حدا يشتري زجاج الحمايه اللي هو من نوع تمبرد جلاس اللي بنباع من قبل شركة ون بلس نفسها للجهاز لأنه بيجي أصغر من حجم الشاشة بشكل جدا غريب والأمر صدقا لنرفزني شركة ون بلس إلها ثلاث سنوات محافظة على نفس الحجم ومش عارفين تعملوا له سكرين بروتكتر أما بالنسبة للكاميرا ففي حالة الون بلس 2 الكاميرا كانت نوعا ما سيئه صراحه ما كان ادائها بالليل ممتاز ابدا والسوفت وير نفسه كان تعيس بحيث انه مجموعه تحديثات كبيره اجت للكاميرا لحد ما صارت شوي مقبوله اما في حاله الون بلس 3 فالوضع افضل بكثير مما كان عليه في الون بلس 2 بحيث انه الحساسه اللي موجود في هالجهاز هو بقوه 16 ميجا بكسل وبحجم بكسلات اكبر بشيء بسيط من اللي كان موجود في جهاز الون بلس 2 بالاضافه انه حجم فتحه العدسه هو f2.0 ونفس الكلام ايضا بالنسبه للكاميرا الاماميه اللي هي 8 ميجا بكسل بالاضافه لحجم فتحه يساوي f2.0 اداء الكاميرا صراحه كان جيد وسيء جيد في ظروف الاضاءه الجيده كانت تعطيني صور جدا رائعه من ناحيه اعاده توليد اللون تباين الالوان نفسها في الصوره ومن ناحيه حده الصوره كانت جدا ممتازه، من ناحيه العزل ايضا f 2.0 حجم فتحه العدسه اعطاني نتائج جدا جدا رائعه، اجهزه اخرى بتملك نفس حجم هذه الفتحه ما قدر يعطيني اياها اطلاقا، العزل في الصوره جدا ممتاز والبوكي اللي طالعه في الصوره شكلها طبيعي او الغباش او التغبيش اللي بيصير على الصور شكلها طبيعي بدرجه كبيره وجميل. ولكن أداء الجهاز في ظروف الإضاءة المنخفضة ما كان بالمستوى المطلوب بشكل كبير بحيث أن الصور بيكون فيها غباش بشكل جدا جدا قوي ايضا دقة البكسلات نفسها سيئة كانت بالنسبة لي لما كنت اكبر الصور واتطلع على التفاصيل ولكن لما تصغرهم وتطلع من بعيد او تتطلع على الصورة على شاشة جوالك مش راح يكون هالشيء الكبير ولكن لما تكبر الصور او تقارنهم بكاميرات اخرى مثل الجلاكسي اس 7 الون بلس 3 بنطحن على الاخر، اما بالنسبه لتطبيق الكاميرا الخاص بالجهاز نفسه فهو نوعا ما جيد من ناحيه المعالج ومن ناحيه سرعه الاستجابه فلما تصور صوره بامكانك انك تلتقطها بشكل سريع ولا باس فيه، اما بالنسبه للوضعيه المانيوال فهي موجوده عندك الامكانيه انك تعدل على امور مثل ايزو مثل الوايت بالانس مثل سرعه الشتر بالاضافه للتحكم اليدوي بالفوكس، اللي هي امور جدا ممتازه وصرنا نشوفها تقريبا على كل الشركات الاخرى، اما بالنسبه للكاميرا الاماميه فأداها بشكل عام جدا ممتاز انتقالا للجزئية اللي بعتبرها هي نقطة القوة في جهاز ال OnePlus 3 ألا وهي الأداء هون نتكلم عن معالج سناب دراجون 820 اللي هو معالج رباعي النواة بالإضافة للجي بي يو من نوع أدرينو 530 اللي هو يعتبر من أقوى معالجات الصور والفيديو الموجودة حاليا بحيث في الألعاب أموره بتكون جدا ممتازة ما راح تلاحظ اي فريمات بتكون رايحه منك ما في اي تنتيع اطلاقا في التعامل مع الجهاز من ناحيه الالعاب ومن ناحيه البرامج خصوصا انه هم نتكلم عن 6 جيجا رام من نوع دي 4 اللي هي رام اكثر مما ممكن اي شخص على الكوكب انه يعبيها على جوال الا اذا كانت هوايتك انك تعبي تطبيقات مفتوحه بالخلفيه. فتجربتي مع هالجهاز كانت سلسة إلى أبعد الحدود وهالكلام مدعوم بنظام التشغيل الخاص في الجهاز قاعدين نتكلم عن أندرويد 6 بالإضافة لواجهة المستخدم الخاصة بوان بلس اللي هم مسمينها الأوكسجين أو أس والتعديلات الخاصة بوان بلس نوعا ما محافظ عليها من منذ بداية الشركة بحيث انه في عنا مجموعة من الامور اللي تزال موجودة من جهاز الوان بلس وان اللي هي جسترز لما تكون طافي الشاشة نفسها وتعمل مجموعة من الحركات عليها فاذا قمت بعمل دائرة بامكانك انك تفتح الكاميرا مباشرة اذا رسمت حرف في بامكانك انك تفتح فلاش بامكانك انك تعمل مجموعة من الامور الجدا جميلة مثل انك تتفاعل مع الصوت والجهاز مغلق فبامكانك انك ترسم بلاي او بوز او تقدم ترجع ما بين التراكس والجهاز مطفي اللي هي شيء جدا ممتاز وايضا ون بلس استغلوا انه الشاشه اصبحت اموليد ودخلوا مجموعه من المزايا اللي شفناها في اجهزه موتورولا مثل انه لما تحط ايدك في امام الجهاز مباشره الجهاز او الشاشه بتضوي وبتفرجيك فقط مجموعه اساسيه من المعلومات مثل الساعه وايش في عندك تنبيهات وايش التطبيقات اللي حاليا شغاله اخيرا وليس اخرا خلينا نتكلم عن البطاريه جهاز الوان بلس 3 مزود ببطارية غير قابل للإزالة بسعة 3000 مل أمب اللي على استخدامي العادي اللي كان استخدام طبيعي جدا شوية واي فاي على شوية 4G التطبيقات الاعتيادية تويتر انستغرام فيسبوك مع شوية بوكيمون جو وبعض الصور اللي التقطتها بالكاميرا الجهاز كان يعطيني ما يقارب ال 12 الى 14 ساعة من وقت الاستعمال الكلي وبالتحديد ساعتين الى ساعتين ونص من السكرين اون تايم اما في حالات استخدامي الثقيل والمكثف الجهاز اعطاني في اقصى حالاته تقريبا اربع ساعات الى ربع من السكرين اون تايم والجهاز صمد ما يقارب الثمن الى تسع ساعات في احدى الايام اضطريت اني اشحن الجهاز مرتين على استخدامي الثقيل علشان اقدر امشي اموري بكل تاكيد في مشكله حاليا على السوفت وير اللي موجود في هالجهاز وذكرت سوفت وير تحديدا لانه مساله البطاريه بالعاده تعالج مع التحديثات اللي بتصير تطلع للجهاز فقد نرى تحسن لاداء هالبطاريه مع الزمن نفس الكلام ايضا ينطبق على مساله الكاميرا اللي تكلمت عنها بالاول فمثل ما كان الوضع في الون بلس 2 اللي تحسن مع التحديثات بشيء يعني بشكل بسيط ولكن قد نرى نفس العمليه على الون بلس 3 بحيث انه الوضع الليلي قد يتحسن بشكل كبير مع تحديثات السوفت بهيك بنكون وصلنا الى نهايه هالمعاينه ايش رايكم بجهاز الون بلس 3 وايش رايكم بالمعاينه هاي كلها اذا كانت مفيده وممتعه ما تنسوا تعطونا لايك عليها وشاركوها مع اصدقائكم اذا شفتوها مفيده هذا كان كل شيء لهالفيديو كان معكم صلاح حامد في امان الله